سعيد، عايز اسالك على قائمه النادي الاهلي للموسم الجديد، كنت عايز تتكلم على حاجه أكيد. في القائمه اسالك بشكل مباشر، محمد رمضان هيبقى في القائمه دي ولا لا؟ طيب عايز اطمن جمهور الاهلي، محمد علي بن رمضان دخل الاخدود، دخل اي نادي رغبته الاولى والاخيره النادي الاهلي. حلو. ناس كتيره ما تعرفش مين وكيل محمد علي بن رمضان. وكيل محمد علي بن رمضان هو والده. والنهارده حتى كانت في تصريحات نزلت في ديوان اف ام التونسيه، وناس كتير كانت مستغربه ليه اتقال وكيل محمد علي بن رمضان بدون ذكر اسمه. والده هو وكيل اعماله. ووالده الرغبه الاولى والاخيره عنده وعند اللاعب، اللعب للنادي الاهلي. ويمكن انا تواصلت مع زملاء في تونس كانوا متواصلين النهارده مع والد محمد علي بن رمضان، واكدوا لي ان هو بلغ النادي المجري انه عايز يلعب في الاهلي، وانه اتفق على كافه التفاصيل مع النادي الاهلي. النادي المجري عايز يكسب، شايف ان في لعيب مهم جدا في افريقيا، نادي كبير زي اسم النادي الاهلي طالب محمد علي بن رمضان، فبيحاولوا بقدر الامكان يعلوا شويه في الارقام الماليه. ان هم لما اشتروه من الترجي ما دفعوش نص الفلوس اللي طالبينها على فكره، يعني لما اشتروه من الترجي وقتها ما كانوش طالبين، ما دفعوش نص الفلوس. وقتها محمد علي بن رمضان ترك الترجي بناء على رغبته. هو كان ساعتها عايز ياخد تجربه الاحتراف. صحيح. وخد تجربه الاحتراف بس ما جالوش عروض في الفتره ديت. النادي الاهلي بيحاول يضم محمد علي بن رمضان من 3 سنين. من وقت ما كان لسه صاعد حتى في الترجي التونسي من 3 سنين، وفي محاولات كانت كل سنه حتى مع رئيس نادي الترجي، ولكن الامر في تونس تحديدا لهذا اللاعب كان صعب جدا. ابنهم متربي في النادي زي كده بالظبط، بتتكلم مثلا على اولاد النادي الاهلي وائل جمعه، تريكا، بركات، متعب كده بالظبط، هو بالنسبه لهم كده. بدون مقاطعه، انا ما كنتش عايز اقطعك، بس هو ده السبب ان والد محمد علي بن رمضان اسمه مش بيتكتب على مواقع تونسيه او قنوات تونسيه. ده صحيح. عشان الضغوط الاسريه على محمد علي بن رمضان. ده صحيح. واسرته بسبب انه هيرجع لفريق غير النادي الترجي، عاملين ضغط كبير جدا. الترجي حاول أسرته. الترجي حاول. لازم محمد علي بن رمضان كمان قال لو هيجي مصر هيجيب جزء من اسرته معاه. ده حقيقي، وهو عايز يلعب في النادي الاهلي باي شكل. لان هو خلاص استقر وفكر، واسرته كان لها دور كبير جدا في القرار بتاعه. لكن فكره ان كان يرجع للترجي التونسي لو كان ساعتها في فكره الاعاره بنيه الشراء، والاهلي دخل في البدايه بهذا الشكل، والترجي دخل في البدايه بهذا الشكل، ولكن النادي المجري عايز يبيع. طلب 3 مليون زي ما قال العراقي، ودلوقتي دخل نادي الاخدود عارض 2 مليون و600، لكن انا واثق ان الارقام دي هتتغير في الايام اللي جايه. نسب البيع بدل ما كانت 25% 20% ممكن تتغير شويه، بونص الفوز بالبطوله الافريقيه بالتاهل والمشاركه في مونديال الانديه في الولايات المتحده الامريكيه، كل دي ارقام ممكن توصل الصفقه ل 3 مليون. بس في النهايه النادي المجري هل هيقتنع ولا مش هيقتنع؟ لكن انا ثقتي ان محمد علي بن رمضان خلال الساعات اللي جايه لو ضغط فيها بشكل كويس جدا الصفقه ممكن بنسبه 60 70% ممكن تخلص خلال الثلاث اربع ايام الجايين. حلو جدا.